السلام عليكم حبيباتي ومرحبا بكم معنا في فيديو جديد اللي غادي نحضروا فيه ان شاء الله واحد المروزيه اللي تتجي بالعنق ديال اللذاند اللي غادي نحتاجوا فيها كميه من اللذاند اللي شديناها وغسلناها ورقدناها في الحامض والملح حتى غسلناها مزيان، والكميه تتبقى على حسب افراد الاسره. خديت انا جوج بصلات مقطعين رقاق، غادي ناخذ جوج فصوص ثوم، خزبر ومعدنوس، والتوابل غنحتاج نص معلقه ديال سكينجبير، ربع معلقه ديال البزار، ربع معلقه ديال الخرقوم بلدي، وربع معلقه ديال القرفه، والملحه على حسب الذوق، وشويه المروزيه. غادي نحتاج الزبيب اللي غسلناه ورقدناه في الماء، غادي نحتاج زيت نباتيه وزيت الزيتون. بسم الله، ناخذ الزيت النباتيه تقريبا معلقه ونص، نزيد عليها تقريبا معلقه ونص ديال زيت الزيتون، غادي نضيف ليهم البصلات، نخليهم يتشحروا شويه، غادي ناخذ ملح على فكرة البنات، هاد الوصفة هائلة تجي مع نتا، نتمنى تكون تجربوها وتبدوني إن شاء الله في التعاليق. قلها شوية ورجع معكم البنات. من بعد ما تشحرتنا البصلة غادي نضيفو القطع ديالنا غادي نضيفو عليهم التوابل ديالنا، غادي نضيفو نخليهم كل يتخلى مزيان، الجان تبقنا هاد التوابل، نضيفو الماء اللي غادي نطيب فيه ان شاء الله، ونرجع معاكم تتيما ديال الوصفة ديالكم البنات. من بعد ما تجانت العناصر ديالنا كاملة وتقلات، دابا غنضيفو ليها الماء اللي غادي يكفاها. انا ضفت كاس ديال الماء، غادي نضيف عليهم الزبيب، غنخلي الكل ان شاء الله يطيب مده 15 دقيقه، وتشوفوا معايا ان شاء الله الطبق النهائي ديالو ان شاء الله كيفاش جا البنات. هذا هو الشكل ديالنا ديال المروزيه ديال عناق لدان، تتجي على هذا الشكل، مرقتها تتجي خاطره وملبيه، زينتها بالقرقاع ورفقتها مع الروز والمايز والطون، وسلطة سلطة اللي فيها مطيشة والفلفلة خضراء، هذه هي الفترة ديالتها، فيها مجموعة من العناصر ديال فيتامين سي. نتمنى هاد الوصفة ديال اليوم تنال إعجابكم وتجربوها، وما تنسونيش من التعاليق الزوينة، ومرحبا بكم معنا في القناة.